اتفضلي اتفضلي، دي قعدتي بقى سبت وتلات، مرتاحش غير هنا. تحفة. انت وحشتني قوي يا شفيق، قصدي يا نونا. لا لا نونا وايه بقى وبتاع ايه، خليها شفيق، انا وحشتني شفيق بقالي بتاع 3 4 ايام ما سمعتهاش. لا انا احب نونا اكتر. نونا وصوصو اللي الشوش يقول عليه. اخبار علاء ايه بقى، ايه اللي حصل؟ علاء، لا بصراحه من اخر مره شفناك وهو كده مش على بعضه، واتخانقنا خناقه كبيره قوي. اوبس، اتخانقتوا ليه بس؟ ده انتوا كنتوا ما شاء الله، يعني هو علاء ما حدش يطيقه عموما يعني، بس الخناقه سببها ايه؟ احب اعرف، انا في الفضول منه بصراحه. يعني في مره كده اتلخبطت غصب عني، يعني بدل ما اقول له يا علاء قلت له يا نونا. عملت كده فعلا؟ انت قاعده معايا كده نونا وبقول لك ايه؟ طبعا يعني ده عشان تقولي اسمي ولا عشان خاطر لفظ نونا قريب من علاء؟ قريبين فاتلخبطني. لا ده تلاقيه مات، اصابي غير مني جدا قوي، انا مش فاهمه فيه ايه. ده هو كمان اعترف لي ان هو ولا ليه في الشعر ولا الاغاني الحديثه ولا الكلام ده كله، هو بس عايز يعلي عليك ويقول ان انت فنك هوب. انا كان قلبي حاسس اصلا شعر الفته اللي كان بيقوله ده كلام ني، ده ما يطلعش من شاعر محترم. عشان كده انا الواد وجيه دخلناه الفرن وقتي، كان لقمه طريه. يلا هو اللي اختار. تعرف ان انت فيك شبه شويه من بيتهوفن؟ ها بيتهوفن؟ ايه بيتهوفن؟ لا ما هو كان اطرش، فانت بتتكلم مع السلام. طب بقول لك ايه، بما ان يعني عم نونا ومشي، ايه رايك لو نشرب اي حاجه لوحدنا؟ ماشي، انا عايز براندي عشان سقعان قوي. يعني ايه؟ هات كلك البنه كارما. انا هجيب 2 ليمون. ماشي ماشي، ما نكسر بيه ايه الليمون ده بقى، ولا ناخده على الريق كده عندنا برد؟ طب هاتي مع ايه ده؟ ايه ده سمية؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي وايه اللي ماشيكي مع الجدع ده؟ ايه جايين نحضر الحفله عادي، انا وشتاحه خطشيبي والمنتج بتاعي البلوديوسر. بلوديوسر؟ ايوه. بقول لنونا وبقى يتصرمح براحته مع الحته الجديده بتاعتي. بتخونينا سمية؟ مع مين؟ مع شتاحه؟ بخونك. ايه المشكله يعني؟ عادي. ايوه جي ايه انت بتبابع عليا؟ لا مش الشتح اللي يتبابع عليه من شنش زيك، يا جايبه معاك بكبكه ولا ايه يا زميلي؟ شتاحه لما يزنزن الدنيا تفقفق منه. لو الفتاه بتكون عم شتاحه. الله ما انت هارك اهو، امال مالك مبلبل كده؟ سميه خلاص بتشنشن معايا. طب وانا سميه؟ حبيبي انت كنت سلمه عشان اوصل لنونا، عشان هو كمان يبقى سلمه اوصل للي بعديه، زي اللحطه للي جنبي ده هو كمان سلمه. طب ما بدل الفرهده دي يا اختي ما كنت خدتي الاسانسير. شايف الطقطقه كتكت؟ بلغ نونا وان خلاص الشتي حركي بتطفطف، وسميه بقت الحته الملاكي اللي تخصني، ونونا سلم مجال. مش نونا وده اللي كنت لسه بتشكر فيه في الفيديو؟ ده هو من اجل التوك شو، انما في قلب بعضينا بندب في بعض. وهاء كمان؟ عارف يا شفيق، قصدي يا نونا، مش دايما الواحد بيختار صح. ايوه عندك حق، مش دايما الواحد بيختار صح، ده الكلمه دي انا حاسسها بشكل اليومين دول. وساعات تروحي بقى هتختاري صح خلاص اهو، تلاقي بقى اتسحبتي في سكه محمود كاوتشا كملي اتفضلي. انا بصراحه لو عندي اي طريقه ان انا اعرف ارجع بيها في الزمن، انا ما كنتش اخترت علاء خالص. لا لا ده في طريقه، استني لا اقول لك. لا لا طريقه ايه؟ طريقه هنا؟ لا انا كنت هراضي الرجاله بس. طريقه ايه اللي نرجع بيها في الزمن؟ ده خيال علمي. ايوه فانتازيا. ده يتعمل مسلسل مثلا في رمضان بتاع، لكن احنا ناس عاقلين. انا بقول بقى بما اننا عايشين العيشه دي وكله تمام بسبب الزفت اللي انا شايفه ومبسوط، اول مره اشوفه سعيد في حياته بالمنظر ده، احاول بقى ايه اظبط وجيه مع كارما واظبط انا وانت. انا بعك مش كده، احنا نتعشى بدل ما تعك. ايوه بعد الحفله دي ناخد بعدين ونروح نتعشى، ايه رايك ونقعد مع بعض شويه؟ يبقى توديني بقى وكر الكفتاجي، انا شفت الفيديو بتاعكم هناك وهموت واحضر شو الملوخيه. لا يبقى انت اللي بتعكي كده دلوقتي، وكر الكفتاجي ايه بس يا بنتي؟ اتفضل كوارع اتفضل كوارع. يا ستي ما تشوهيش الصوره اللي في دماغي عنك. حاضر حاضر، اكلم وجيه بقى هو اللي يحجز لنا، هو اللي بيحب الهبل ده. ايوه انطرطش ملوخيه. الواد ده بيراقبنا ولا انا سامع رنته زي ما تكون قريبه؟ ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الا اما دي ابقى تكون كافر. شكلي في واحد هينتحر.
سيبك منه بقى، ده تلاقي عيل تعبان قذر من العيال اللي هي تلاقيه عنده مشكله في البيت، ولا حبيبته سابته، ولا عمل مصيبه فهينط في النيل. سيبك منه شكله كده. ما ترد يا زفت. الو. ايوه جه. انا كنت لسه هكلمك. يا حبيبي مش هتصدق بقى، انا وشيرين قررنا نروح فين. رايحين واكر الكفتاجي وعايزينك تحجز لنا. لا معلش يا مش هينفع دلوقتي عشان هنتحر. طب خلاص ماشي. طب بص ابعت لي النمره واقول لي اكلم مين هناك. ويا هو انت اللي فوق في المركب كده؟ ايوه انا. انت بتعمل ايه؟ هرمي نفسي في النيل يا بيه. سميه خانتني مع شتاحه. يا ابني سميه ايه اللي هترمي نفسك عشان سميه دي حبها انا قذر؟ ما تعملش في روحك كده. لا مالوش لزوم بقى الكلام ده، خلاص انا هاني حياتي. بس بقول لك ايه يا بيه، امانه عليك قبل ما اموت طلب. ايه؟ الواد محمود عظام ده مدخل نفسه في الحوار ولازم ترد عليك فتي. ارمي نفسك يا وجي، ارمي نفسك وانا هصورك فيديو وانت بتنط. عندي النيلة السوداء الحقه بقى، الحمد لله هو كره حياته. انت بتعمل ايه؟ يبقى اخلعنا من العيشة دي خالص. انا في الخلعان منه. الحمد لله انا في القديم منه.